السلام عليكم، مرحبا بكم مره اخرى. اليوم ان شاء الله غادي نكملوا الدوره ديال الوورد اللي كنا بديناها شحال هادي. المهم كنتمنى داكشي اللي درت يكون فاتكم. اي حاجه ما فهمتوهاش ولا ما بات لكم غامضه خليو لي في كومونتير، كتبوا داكشي اللي ما فهمتوش خليو لي في كومونتير. وان شاء الله اليوم غادي نبداو حاجه اخرى، دونك ركز معايا مزيان وبشويه لك. اي حاجه درتها حاول تابليكيها سهله. اليوم غادي نشوف هذا الشيء الانسيرت الخانه اللي هنا اللي حدا كتورك عليها كيطلع لك هذا الشيء. كيبان لك هنايا كيبان لك في شكل عادي، اجي البيكتشر هي التصويره باش تنزل انت شي تصويره حدا شي ناس ولا شي حاجه كنتي كتشرح فيها وباغي ديرها شي تما تورك عليها تعزل التصويره اللي باغي كدير انسيرت. هي كتجي عندك، ملي كتجينا كتاخذ في حقها تشوف رايها نازله بحالها بحال كتبه فهمتي بحال شي بحال شي سطر حتى هي عندها داكشي ديالها. وكاين بزاف ديال لي زوبسيون مازال غادي نشرحهم مازال ديالها هي نيشان كاينين هنايا. ولكن قبل شوف معايا، انا غادي مثلا نمشي لهيه وغادي نرجع باش تبان لك بانه راه بحالها بحال سطر. انا غندير اسباس غندير اونتري غندير اونتري اي اونتري شاك كتبان لك كتهود يعني راه بحالها بحالها بحال سطر. دونك ما تجيكش بزاف حتى هي كبرها صغرها ما كاينش مشكل. كتجي هنا هيشا كتبان لك دايره بحالها بحال هذه ديال اللي كنوراك بوطون دروا وكندير راب تيكس شا. عندك هذيك الهادي والثانيه والثالثه هادو فحال فحال عندو مواضيفه وحده فهمتيني وظيفة وحده عندها هي كيبان لك جزء من النص شا. انت درتها او تصغر شي كيصغر مع النص كيكبر مع النص. الثلاثة نفس الوظائف عندهم نفس الوظيفة عندهم كتوراك لا انت شوف تشد دخلها وسط النص لعبها كيما بغيتي عقلت هنا سكوير وديك الثانية والثالثة عندهم وظيفة وحده غير استعمل وشوف نتايا حيت الورد راه ملاحظات نتا غادي تلاحظ شنو نتا اللي مناسبك. ها انت شوف انا نطلع الفوق ندير لها الفوق كاع ما كاينش المشكل. انا نحطها مثلا هنا ياك نحطها هاهي لعبها كيما بغيتي نتا الفوق شا كتندمج مع داك النص جزء من النص كتولي فهمتي. كاينه وحده بحالها تاهي غير هادي لا هادي كتبان لك هاهي هاديك توب اند شا هاديك كتبقى قدام كتبقى فوق شانا وتحت من الصوره شا. هيا مثلا هي شي دابا هو النص هاي تبارك اشرف تحت منه داكشي تحت منه ماشي كدرك ولا شي حاجه شا. هاي كتفصل لك داكشي التحت والفوق التحت والفوق كتبقى الصوره الوسط. كاينه الاخرى الشابه هاند هادي مالها هادي كتطرك لك النص فهمتي. انا باش تفهمني شا ديك الكشبه اللي كتكون كاتب كتدرقها هادي هانت فهمتي هاي كبر معنا نكبر غادي يبان لك بانها راه كتدرك شا هاي ما يبقاش يبان لك داكشي هانت شوف 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 فهمتي معايا. دونك ما تبرزتش راسك شوف واللي مناسبه لك انت هي اللي غادي دير. علاش قلت لك ان الوورد راه غير ملاحظات وبساط ما علينا غادي نشدوها سيدي نردو البلاصه ونصغروه ونوريكم واحد اخر. هادي اش قلنا دابا هادي هادي كتخفي ياك حنا غنديرو وحده دابا اللي من ورا هي كتخفي الصوره ما كتخفيش النص. انت غادي تشوفو غادي تفهم اش فهموني مزيان اش كندو ها هي زيد 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 هو دا هو دا هو دا. هي هادي شوف دابا شا كيف ما غالباش كاع على الاخرى قبيله كانت الصوره غالبه على النص دابا النص غالب على الصوره شا كتجي وسط من النص جيت تحط مثلا انت شي حاجه تما انت والتفكير ديالك وانت شنو باغي دير هاهي شا هاهي اسامه يوسف زيد ما كانتش تبرك قبيله ملي كنا كنديروها كانت هي الكشبه كتضرك دابا لا شي سهل لا شي سهل
دوزو واحد الحاجه اخرى عاوتاني. مثلا انت سيدي ما عجبكش ديك التصويره اللي كنتي دايره، بغيتي كاين هذيك سيف بغيتي تخليها هي كتصوف كاع، بغيتي تشونجي تشونجي الصوره راهي كاين شونج شاب، راهي شونج بيكتشر كتورك على كيديوك كيديوك هنايا. غادي تاخد مثلا باش تاخد من الانترنت ولا باش تاخد من عندك من الديسكتوب ديالك انت. انا زعما مثلا حنا هادي الشا هاي كبرها حتى هي صغرها ما كاينش المشكل، حتى هي نفس داكشي فيها دير اللي بغيتي. انا مثلا دابا هادي انت مثلا بغيتي تشد الصوره تعدلها كتجي دير فورمات بيكتشر كيطلع لك هاد الاختيارات. عندك بغيتي دير لها روتاسيون ديالها تكبرها دير عليها شي فايل تلونو، فيها بزاف ديال لي زوبسيون. انت كتجي كتعزل اللي بغيتي تبدل لها الكولور ديال الجنب ديال الجناب ديالها. انت وشنو باغي دير وانت شنو يطلع لك بحال هكا غادي تجرب نتايا اليوم غدا اليوم غدا وكتولف انت كتشد داكشي كيولي يجيك داكشي ساهل، انت كتولي عارف اش باغي دير. انا دابا غير كنوريك كنشرح لك هادي اش كدير هادي اش كدير هادي اش كدير. مثلا دابا انا نزل مثلا هاد الكولور هذا ندير ليه بحال هكا ماشي نكبروه ماشي ما بانش مزيان ماشي نبدل الكولور ناخذ مثلا الاحمر بحال هكا راه كيتبدلها نتوما راه كيبان ولكن انا نكبر شي تبدل اللون اي حاجه بغيتي ديرها غادي ديرها ما كاينش المشكل. البلور هو داك اش كيقولوا ليه شي حاجه مخفي فهمتي كتدرقها البلور. ما علينا كاين بزاف ديال سميتو مثلا نجيو ناخذ مثلا باش هاد مثلا التصويره باش ترود فهمتي. ما علينا باش تشدو التصويره هادي الدراري اش غنديروا لها. شوف عندنا بزاف ديال الاختيارات نوركو على هذه مثلا. شوف انا غادي ننزل شي وحده مثلا من هذا شا انا ننزل مثلا هذه شريط راه التصوير لاحظ معايا الشا شا كيفاش تبدلات شدها كبر صغر حتى صغر داك الحجم ديالها. دير انت اللي بغيتي كتبان لك التصوير الشا كتغير انت كدير وهي كتغير معاك. انا نوريك عاوتاني واحد الاوبسيون زوينه عاوتاني واحده اخرى باش نكبروا هادي نصغروا هادي اش كيبان داكشي انت اللي بغيتي. حيد هادي مثلا نجي باش هي مثلا دير الروطاسيون ديالها علاش لازم مثلا الروطاسيون كاين بزاف ديال الميجو هانت باش تدور هكا هانت شوف هكا دير انت اللي بغيتي هكا خدم فيها كيف ما بغيتي ما كاينش المشكل ما كاينش غرام ديال المشكل اللي بغيتي انت دير هانت بزاف ديال الحوايج كاينين يعني ما الشاشة وحده كاينه بزاف ديال الاختيارات انت شوف انت اللي بغيتي بغيتيها كامله بغيتيها ناسا بغيتيها جنب اللي بغيتيها انت ديرها. نرجعو عاديه فهمتي انت غادي دير داكشي اللي مناسبك راه كاين بزاف ديال الاختيارات. مثلا نديرو حنا مثلا الريفليكسي داك انت شوف شايبه لك اي بك الفوق والتحت داك الظل ديالو شا كبر صغر راهو كيبان هنايا صافي شي كبر صغر كيف ما بغيتي انت. فهمتي داك الشيء معروف زينا تورك فينا انت اش غدير دابا دير لها بحال هكا بلاتي دير ديك خوك باش تكبتي مثلا تعزل مثلا انت شي لعيبه تعزل لها شي حاجه من ديك التصويره اللي باغي مباغاش انت كامله هادشي تعزل مثلا نخلو حنا هذيك اللعيبه ديال الورد الراس طن تعلم ما فهمتش تلا بحال هكا ها هي ولات عندك هاي تلطن تحيد يدك شتات هذا اللي بغيتي مشى حنا نجيبوه مثلا بحال هكا بقات الراس
انت سيليكسيوني داكشي اللي باغي ودير كونترول زد ورجع داكشي كيما كان. ما علينا، نتمنى نكون فدتكم واحد شويه، وهذا الشيء راه ساهل. اجي الفورم هات ياك هانتا داكشي اللي كتشي كدير قبل هذاك اللي طلعنا من تما بعدا راه كاين هنا تورك هنايا غطلعك بلا ما تشي كاع باش يشد البوطون دروا ولا هادي هاي اللي كدير هنايا راهي الفوق هاي هي هادي نفسها نفس بحال بحال وهاديك اللي كنا كنديرو فيها هي راه كاينه هنا شا هاي ديرو مثلا هادي بلا شي لازم نشحنا هاد الصويرة هادي خليو شا كونترول زد ورجعو داكشي كيما كان شي ساهل الدراري ما كاينش واحد الصعوبه ركز ومدير هذيك اللي كنا كنديرو سميتو هاي كاينه هنايا تاي بغيتي مثلا متبقاش دير بوطون دروا هادي وتقلبها شا من تما تعزل اللي بغيتي وديرو حنا دابا درنا شي هاي دابا مخفيه هي فهمتي كتبها بحال وسط من كتبه شنو دابا غنجيو نشوفو شنو معايا الا بغيتي تبدلها انت بغيتي ديرها مدوره شان انا كنحط ايدي كدير كاين بزاف ديال من غير من هنا بلا ما تشد تحت صافي من الوورد في داكشي صافي انت شوف انت اللي مناسبك دير انا نوريك كنوريك دابا هادي علاش كتليق هادي علاش كتليق هادي علاش كتليق انت مثلا الكولور مثلا شي بزاف ديال لي كولور عز انت اللي بغيتي عطيناك هما بزاف ديال الاختيارات باش نجيبها انا باش نشوف لكم مزيان ما انت شوف انا كندير وهي كتبدل معايا انا كندير وهي كتبدل معايا بلاتي انا وراك لا اي وحده زلتها كديرها كتاكت ما لا ما تسيلكس ماك كلاو كتحط لها يد صباك كتبدل ها انت شوف نهودو كاع لتحت شا ها شا اللي بانت لك انت عجباتك وكدير شي حيتي لو بانت لك زوينه كاش حاطه ممكن بزاف ديال لي زوبسيون انت اللي بان لك ديرو واللي اللي عجبك ديرو ها انت شوف عاوتاني هادشي شوف هادي ديال لي زيف شا هادي لي زيف اللي بانت لك انت مزيانه انا على بالك كنوري فهمتي اللي عجباتك ديرو بغيتي تشونجي تصويرة غتشونجيها من هنايا ايوا فهمتو معايا ياك ديال حط صويرة قادها جيبها هنا ديرها هنا شا كتورك على تما كتعرف كيفاش تبدل الفورمات كتكونش ما كتكونش باينة كتورك على التصويرة باش كطلع لك تبدل الفورمات ندوزو لواحد الحاجة أخرى بغيتي حتى شي تصويرة أونلاين كتكون مشاها سميتو كتجي هنا الروشيرش كتورك شا كدير روشيرش كدير اللي بغيتي كتب لك حاجه اللي كتقلب عليها مثلا نديرو بي اس 4 نديرو بي اس 4 الروشيرشيو طلع لنا بزاف ديال داكشي شا كتسيليكسيوني انت اللي داكشي اللي باغي صافي شحال من صوره بغيتي شتا تورك عليها صافي كتسالي كتعزل مشا تحصل حتى دوك التصاور كاع اللي بغيتي كتعزلهم صافي وكدير انسيت صافي شهادة راه ما صعيبة ما والو سهلة هاهي كتسناهم كيتشارجاو كيديرو الطن كيدخلو عندك ديريكت تاهي كيتلاحو تما كيتلاحو في الورد نيشان كنتسناو دابا بما سالات هما دابا غيطلعو صافي هاهم تا هما بحال شام تا هما لعب فيهم سيدي كيف ما بغيتي كبر صغر ما كاينش المشكل انت شده تا هي دير في هذاك الشيء اللي اي حاجه كنا كنديرو فيها قبيله دير اللي بغيتي لعب بيها تا هي دير لها الكولور صغر كبر ما كاينش المشكل ما بحالها بحال دوك التصاور اللي كنا قبيله جبنا درنا قبيله تا هي لعب فيها كيما بغيتي
هاد النقطة مهمة تاهي، فهمتي؟ ماشي تجي تشوف شاي تاهي الكولور بدل فيها تاهي كيف ما بغيتي. داشي تاهي بدل فيها كيف ما بغيتي. هاي دابا غادا تجاوب معانا مثلا بحال هكا، هادي تبدل الشام اللي بغيتي ديرها، ما كاينش المشكل. انت وريت كيفاش جبت الصور اللي كانت عندك في التواصل عندك في البيس ديالك، وريت كيفاش جبتها من الاونلاين من الانترنت بلا ما تحتاج تمشي وتصور كاع التصويره وتحطها عندك باش اونلاين. داكشي امشي تا هي راه تقدر تعيط الا داكشي اللي بغيتي. ها انت شوف دابا واحد الميزه اخرى، نديرو سكرين شوت ديال شي حاجه. ها انت كدير ديك سكرين شوت، تعزل داكشي اللي بغيتي مثلا. طن ها هو غيتحطنا في الوورد. هادي شي هي ميزه مزيانه مثلا، شي حاجه بغيتي تسكرينها عندك في البي سي، لا مش تحتاج تدخل شي ابليكاسيون ولا شي حاجه ديال السكرينه من الوورد. كتجي الانسيرت كدير سكرين شوت شير تورك عليها، كتسيليكس كيعطيوك هما تسيليكسيون واش بغيتي تنايا تسيليكسيون داكشي اللي بغيتي وتحطو. حتى هو تقدر تكبر تصغر دير اللي بغيتي، تبدل الكولور ما كاينش المشكل. اه بدل دير اللي بغيتي. مهم نتمنى نكون فدتكم فهاد الدرس ديال اليوم. وما تنساوش الدراري شي سبسكرايب معاكم وشي لايك وشي كومنتار محفز باش نزيدو كثار ومزاجي ان شاء الله دورات اخرين. ونخليكم ان شاء الله نشوفو في الدرس الجاي. وما تنساوش الدراري سبسكرايب 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 وشكرا لكم.